في اليوم هو حفل اختتام الموسم الرياضي لسنة 2021-2022 داخل أكاديمية جوفنتوس. اليوم بالنسبة للفروع ديالنا اللي متواجدة بإقليم برشيد أيضا بإقليم دار البيضاء وإقليم النواصر، فحنا حاولنا أننا نجمع كاع الوليدات والعائلات خلال هذا الحفل. حفل أعطينا فيه الفرصة للاعبين مؤطرين إداريين أنهم يدوزوا واحد الوقيتة في المستوى مع جميع العائلات. احنا كنحاولوا نعطيو ايضا ليزيفالواسيون يعني التنقيط ديال اللاعبين على مدار السنه من خلال هذا الحفل الاختتامي اللي قمنا به بشراكه مع اغيستون اللي هو شريك ديالنا في هذا الحفل. كاين عدد كبير ديال اللاعبين اللي كيجيو عندنا، هناك شراكات من بين شراكات اللي قمنا بهم كاين شراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه باقليم النواصر، فتم التنقيب على العديد من المواهب. اختارينا 50 لاعب، 50 طفل اللي كتراوح الاعمار ديالهم ما بين 10 سنوات و 13 سنه والتحقوا بينهم، فاحنا كنحاولوا اننا نساعدوهم ان يحققوا الحلم ديالهم اللي هو اللعب لكره القدم في مستوى يعني محترف. وهذه من بين الامور اللي كنحاولوا نشتغلوا عليها. فبطبيعه الحال اليوفي والاكاديميه والمدارس ديال اليوفي هي يعني مفتوحه للجميع، ماشي فقط الناس اللي كيجيو وكيديو واحد الواجبات ديال الانخراط. اليوم ملي كنلقاو واحد اللاعبين موهوبين فاحنا كنحاولوا اننا نعطيوهم فرصه وانهم يلعبوا معنا. كاين عدد كبير ديال اللاعبين اللي التحقوا بانديه، كاين اللي التحقوا بمراكز تكوين محترفه، كاين اليوم لاعبين اللي مروا من عندنا وتيلعبوا في بطوله برو، وهذا من بين الاشياء اللي طبيعه الحال من بين الاهداف اللي كان اللي عندنا. في اطار الاستمراريه ديالنا في على الشراكه اللي درناها ما بين اغيستون وجوفنتوس كلوب في او نيفو ديال القاره الافريقيه، اليوم كنجيو بعد لا سيناتور ديال لي بارتناريا في شهر فبراير الماضي، اليوم كنجيو باش نحتفلوا جميعا مع لو كلوب ديال الاكاديمي ديال جوفنتوس في المغرب بهذا اليوم اللي هو نهايه الموسم الرياضي. كشركه كنحاولوا يعني متواجده في المغرب كنحاولوا اننا بهذه المبادرات هذه نساعدوا على قدر المستطاع في الرياضه الوطنيه وبالخصوص في كره القدم المغربيه في اطار يعني تهيئه الناشئين الاطفال الصغار. وكنتمنى ان شاء الله في القادم من الاشهر القادمه نقدروا نديروا اكثر من مشاركه اكثر ان شاء الله في السنوات القادمه.